راح اسالك مره ثانيه ليك، وممكن تخلصي هدول كلهم اذا قبلت انك تعترفي. لا تزتوني بالاسيد. والباقي رح يصير فيهن هيك. عندك مهلة 5 دقايق، إذا حكيت وكذبت كل شي رح يعيشه، وإذا ما حكيت رح يدخلوا حفرة الأسيد واحد ورا الثاني. اضحك سهر، اضحك تقولي العكس، تركيهم يقتلونا، اضحك تقبلي. غريب بيك، نمرود هون. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بنمرود ختيار الختايرة. خير إن شاء الله؟ أي ريح رمتك علينا؟ لا تسألني يا بيك، لو مو مجبور ما كنت إجيت. سامحني، أخذت بنت من التنظيم مقابل 4 عمليات بيع، بس البنت هربت من إيدي ووقعت بإيد رجالك. يعني بعرف طلبي مو مكانه، بس اللي بدك إياه بعمله. بالنسبة إلي مهمة كتير، وصار الموضوع موضوع شرف. وبعدين أنا حبيت البنت، يعني إذا ممكن وبعد إذن حضرتك حابب إنه رجع البنت. دخيلك يا نمرود، اللي بدك يا بنت، بس مو أهم منك. أنا رح أعطيك اللي بدك يا البنت إلك، بس أنا كمان رح يكون إلي طلبات، اتفقنا؟ كرمو، والله المكان حلو، طلع فيني، كيف طالع أنا؟ أرجيني، على الأقل طالع أحلى من عدنان بكتير. ها؟ إيه، شكراً، الله يرضى عليك. عزو، استعجل لك شوي قبل ما يجي شي حدا. تمام، ولا يهمك. يلا عشان هلا بيجي شي حدا. يلا يلا امشي، يلا يا زلمه. ليش هيك؟ ما ماني شايف شي قدامي، شو قطعت الكهرباء يعني؟ والله ماني شايف. ايه. حلو، يلا تحرك. يا زلمه طلعت حمار بكل شي الا بالقنابه. عدنان اخي، عدنان اخي، عدنان زهرة، شو عم تعمل هني؟ وين كنتوا لك واطي؟ أخي، أنا اشتغلت كل هذا الشغل حتى ترميلي زهرة بحفرة الأسيد؟ حسابك معي بعد ما خلص اللي بإيدي. الحسنات اللي عملتهم معي أنا وإنت رح نحطهم على الطاولة ومنشوف. رموها لزهرة، تعي لهون. وليه؟ وقف عندك. وقفوا وقفوا. شو صار؟ رح تحكي؟ اضحك تحكي سهر، اضحك لا تحكي. اللي حكيتي أنت أهم من حياتي أنا بكتير. ارموها بالحفرة. أخي عدنان، لك أنت ليش عم تنتقم من زهرة؟ أنت لا تتدخل بالموضوع ولك ندل. عزو، عزو، انتو جاهزين؟ ايه معلم، نحن جاهزين. ابني استعجل، رح يأذوها للبنت. شو رح تحكي؟ ماشي، خلص خلص رح احكي، بس انتوا فرجوا عنهم كلهم. افارب سهر، عملت زينة العقل. تلون مع الاسف لهون وبس. ادعوا دعاءكم الاخير. ان شاء الله لا تجونا.
الله أحكي. طيب أنا سهر افتريت على التنظيم وكلامي كذب، اللي قلته كله كذبة بكذب. تنظيم ما قتل على بنتي، تنظيم ما قتل أبدا أي ولد، كله أنا اللي اختلقته. كله تمام هون ديرنا، والفريق الهربان من التنظيم نقبض عليه من قبل مكافحة الإرهاب، وهلأ نحن حالياً عم ندور على حدا تاني. حلو زعيم، أصحك يهربوا منك. عمرك أوندير. أهلين بالسيد علاء، عليك العافية. شو زعلانين من بعضنا كابتن علاء؟ قوانين كردستان شو بتقول؟ هذا هو اللي صار، بس خلص كقائد لدولة كردستان أنا سامحتك، ومن هاي اللحظة رح تكمل كل شغلنا المتراكم، وبالأول رح تحل المشاكل العلقانة بالتنظيم. شو عم تقول؟ لا انت ولا التنظيم ما عاد إلي ثقة فيكم. ايه شو بتقول علاء؟ مثل ما بدك هون ديرنا. مشان أخي أنا مضطر أني أعمل هيك. كابتن زعيم شو فيه لك نزار؟ هلأ هنن مارقين من وادي زندان. تمام ولاك، برافو عليك، كمل ولا تتركون، نحن رح نوصل نقطة عليهم الطريق. كرمال الله يا سيدي اتركونا، مشان الله ترحمونا. احنا ما دخلنا، والله ما كان معنا على شو نساوي، اتركونا نروح على بيوتنا. سعد والله ما دخلنا، مشان الله رح نعمل اللي بدكم اياه، تركونا ببوس ايديكم، الله يخليكم، حرام عليكم. سدد يا الله يا قابض الارواح، جاي لعندك. سامحني يا ربي، خايفه كثير. يا ترى كيف الموت؟ يمكن يكون حلو لانه امي ماتت وكمان أبي مات، شي حلو لأن نبينا مات. خدني لعندن يا الله وسامحني يا رب. أخي عجاج وقف. شو في ولاك؟ أخي خلينا نحكي شوي، زهرة بتكون مرتي، يا ريت تتركها، أعطيها فرصة تاني وبعمل اللي بدك يا أخي. أنا جامع مبلغ كتير منيح وما رح أنساه. لك يا عديم الشرف، حميد ربك إنك لساتك عايش. طيب طيب أخي ماشي، نزل سلاح ولك. سدد يلا يلا تحرك. اطلق. يلا يلا تحركوا بسرعة، عجلوا عجلوا، يلا يلا شباب يلا. فوتوا يلا يلا. اهتربي تعي لهون. زهرة زهرة تعي، زهرة تعي معي، خلص بقى اتركني بحالي. امشي خفي رجلك، خفي. البنت
البنت هربت مني. ليكونوا هالكلاب قتلوا زهرة. رح اجيب زهرة وارجع، انت خليك هون واستنانا. تعي يلا تعي لا تخافي. زهرة ليكي اطلعي من هون وراح اطلع قدامك باب، علي منتظرك هنيك تمام؟ قلت علوش؟ ايه يلا يلا استعجلي زهرة. واقف لشوف لوين رايح هيك؟ لوين هربت لمرتي ها؟ مرتك؟ مربي ولاك؟ هديك ست مرتي. هذا كان بالماضي حبيبي، وعمل لك انه هلأ رح اطلقها. اصلا اذا انت متت رح تكون طلقتها بطريقة طبيعية. علوش حبيبتي انت منيحة؟ ألف الحمد لله على السلامة. منيحة علوشي منيحة. للحظة فكرت إني وقعت بإيده لقادر. يلا نروح من هون زهرة، يلا عجلي. تعي خدوا يلا هربي هربي. أسو أسو يلا لبرا يلا. كلياتهم ماتوا قتلوهم كلهم. قتلوهم كلهم. زهرة كمان كانت بيناتهم. ما عم وقت يا سهرة. يلا سهرة يلا يلا شباب يلا يلا يا شباب كلهم. امشي قدامي امشي سهرة يلا. واقف هنا واقف. طمنيني يلا. منيحة لهورتي منيحة منيحة. لولاك انت كانوا قوصوني. لا يا حبيبتي استغفر الله متبالغي، يعني والله ما عملت شيء يعني الواجب. انت بتعرفي يعني الواحد لما بيحب شغله بدافع عنها من كل قلبه، لانه الانسان بدون مبادئ وبدون حب لا يستطيع ان يعيش في هذه الحياه التي نعيشها. رحمتك يا الله. يلا طارق يلا عجلوا. دكتور يلا. دكتور ما مشي الحال دكتور، بسببي انا ناس كثير ماتوا. أنا أعطيتهم كل اللي بدهم إياه مني دكتور. سهر أنت نجحتي بكثير شغلات كبيرة، أنت نجحتي بشكل أنك ضربت التنظيم ودمرتيهم. بإذن الله هلأ في مجموعة رايحة باتجاه المقر تبعنا، رح يروحوا يعترفوا ورح يعملوا أكثر من هيك. يا سهر يلا يلا أوام يلا 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 والله عملتها وأنقذتها. عفاري عليك أخي عفاري عليك. إنه هيك عم حلق في هذه التمائي العالية لأنه أنقذت حبيبي. قنبلة 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 خلصتي مو هتلاعبكم هلأ. لك أنا مرجي يلا يلا عياش. وقعتوا وما حدا سمع عليكم. هي غزلان للصيد عم يركضوا قدامنا. يلا حركوا خلونا نقطع طريق هدول الخونة. يلا كيف عملت هيك يا أخي؟ كيف؟ عن قريب رح تفهم يا أخي. مرتي وين أولاك؟ زهرة وينها؟
عم اقول لك زهرة وينها ولك احكي. هاي مرتي مو مرتك انت ولك، ما راح تكون مرة لحدا تاني غيري، بقت لك هون ولك وبتموت مع اللي ماتوا هون. يلا احكي وين راحت زهرة؟ راحت. وانت راح تروح لعندها ما هيك؟ ولك ما بترك لك اياها، ما بتحلم فيها، ما بتحلم. امشي لشوف. يلا امشي امشي. يلا زهرة. الحمد لله علي نفدنا ونحن سوا هلا. ايه الحمد لله زهراء. لوين بدنا نروح؟ رايحين على الكراج. رح نهرب ونروح من هون علوش؟ واخيرا رح نهرب. خلينا نروح علوش، خلينا نروح بعيد كتير، حتى لو كان لاخر الدنيا بيجي معك، بكفي اني اكون قريبه منك وانت لبقى تبعد عني. يلا 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 زهراء يلا خلينا نستعجل. الموضوع تمام غريب بيك. ما خاب أملي فيك يا عدنان. عندي شروط غريب بيك، ما رح تلمسوا ولا بنتي، وبدي صلاحيات أوسع، بدي مرابح أكتر بكتير، كمان كلية لبنتي فورا. ماشي عدنان حبيبي، بما انه الموضوع انحل ما رح نحرمك من اي شيء، لا تاكل هم. ها ليكو غريب بيك، هذا هو زوجها. هلا انا فهمت ليش بدك مرتك لهي الدرجه. لا تاخذني يا بيك، زهره مو مثل المخدرات بالنسبه الي، زهره حب حياتي من انا وصغير، ومشانها ممكن اعمل اي شيء. خلاص ولك بعدت وراك لتسمعني قصه حياتك. هلا اسمعني منيح، نمرود مهم بالنسبه لالنا، وقطع ما بتتغير من شغلنا، بس انت اذا متت في ألف رجال بحل محلك، بس أنا كمان منيح معك، وبين كل هالأحداث أنا دايماً عم فكر فيك، ما هيك؟ ها؟ الموضوع هو أنا رح أعطيك خيارات، روح وجيب مرتك لهون وإنت مقامك رح يرتفع ومعاشك رح يرتفع، بعدين يمكن كمان نمرود يكون عنده عرض تاني. ما؟ أنا لا بدي عروض ولا من يحزنون، خليك بعيد عني وعن زهرة ولاك، فهمت؟ فكر شوي أحسن لك يا قادر، لا تعطي جوابك فورا، وفكر منيح شو اللي رح تضيعه. ايه بالمناسبة انت شو كانت زمرة دمك؟ ما بعرف غريب بيك، انا من دون دم، من فئة عديمي الدم. بعطيك مصاري كتير. انت سكوت ولا بقى تسمع لي صوتك يا عديم الشرف. عقال وهدايا قادر، انت على وشك انه تترفع. ليك انت نجحت بامور مهمه كتير، وما بدي اخسرك ابدا، مو مستاهله مشان وحده ست. يلا لنقول انكم هربتوا، فكر انه ما رح نلاقيكم. فكر منيح والقرار عندك. طيب غريب بيك، مثل ما بدك رح يصير. انا لهذا الواطي السافل عديم الاخلاق، مرتي اللي أنا لهلأ ما دخلت عليها، رح أجيبها وسلمه إياها بإيدي. بس وحياتك مو مشان المصاري تبعه غريب بيك، خليه ينتظرني قدام العدلية، رح أجيبها وطلقها. عليك يا عديم الشرف. يلا اخر راكب اخر راكب. لك خلصنا يا اخي، يلا بك سعيد اخر راكب. لا نمشي على شنو والله. يلا هنا خلينا
نطلع المسرح مش ليصير. مع السلامة. والله العظيم لهلأ ما مصدقة حالي. كيف صار هيك؟ كرمال الله قال لي كيف نحن مع بعض هلأ؟ يا الله شو شعور حلو. ألف الحمد لله والشكر لك. حبيبي علوش، من اليوم رح نعيش سوا. وشو بدي أقول عن قادر اللي بعتني لعندك؟ والله إذا بموت ما كنت بصدق إنه قادر رح يعمل هيك معروف معي. أنت ليش ساكت علوش؟ أنت مو مبسوط؟ الحمد لله بالنهاية صار اللي بدنا إياه. علوشي طلع فيني في شيء أنا ما بعرفه؟ أنا رح شوف الحجز وراجع. عقال وهدايا قادر، انت علوشك انه تترفع. وعدني اخي، وعدني انه رح تهتم فيها منيح. زهرة امانه برقبتك قادر. انت نجحت بامور مهمه كتير وما بدي اخسرك ابدا. انا رح اطلع من طريقكم وما رح تشوفني ابدا. مو مستاهله من شان وحده ست نفكر ما رح نلاقيكم. وانت مقامك رح يرتفع ومعاشك رح يرتفع، فكر منيح أخي. خذها وروحوا من هون وعيشوا حياة سعيدة. يلا اخر راكب، اخر راكب. يلا يلا ابو خذ هي الشنطه معك. امتى رح نتحرك من هنا؟ بعد شوي رح نمشي. اخر راكب، اخر راكب. شوفي علوش، ليش واقف هيك؟ لازم تكون مبسوط لانه رح نهرب سوا. بس انت كتير غريب. لا تكون ما عاد تحبني علي. شو رد؟ يا ريت لو مثل ما عم تقولي. يا ريت لو ما حبيتك زهرة. انت شو عم تقول علوش؟ ليكنا رايحين من هون سوا، شو اللي بدك اياه اكثر من هيك؟ زهرة شوفي يا علي، ليش متردد؟ ليك هي تذاكرنا كمان اخذناها. ليش اسم أخوك مكتوب هون علي؟ ليش علي؟ رد، رد علي علي بسرعة وقلي شو القصة. زهرة والله أنا بحبك كتير. يمكن لو ما بتحبيني ما كنت تعذبت هالقد. بس لو ما بحبك ما كنت تركتك أبدا. لك علي انت شو عم تقول؟ غير هيك ما قدرت خلصك زهرة. انا رح اتركك مشانك. وعدته لقادر، قلت له خلي زهرة تعيش وتكون بخير وتكون مبسوطة. خلي الدمن يكون الفراق مو مهم. سعادة شو علي؟ ليش في حياة من دونك؟ أنا هيك الموت أحسن لي مليون مرة من أني أعيش من دونك. أنت قتلتني يا علي، قتلتني بس ما عندك خبر. ليش ما سألتني من قبل؟ ليش ما سألتني؟ مو أحسن ما تكوني مرته لنمرود أو تموتي؟ قلت بتكوني مرته لقادر. من الأول كان لازم يصير هيك. يمكن القدر هيك بده. زهرة دخيلك سامحيني، أنا وعدته لأبوكي.
قلت له رح أعمل أي شيء حتى أحميكي، وقادر قال إنه رح يترك مكافحة الإرهاب ورح يترك كل شيء وراه ورح يكون رجال منيح ورح يتوب. والله سكوت، إذا أزاكي رح يلاقيني قدامه على طول. يا شباب استحملوا شوي، إذا قطعنا هاي الدلة كل شي رح يكون تمام. لوين رايحين يا حلوين؟ أنتم محاصرين مثل الطوق يلي محاصر الرقبة، وبأي حركة منكم رح تتسفروا للجهة التانية. صدقيني زهرة هيك أحسن لك. ليش قاعدين هون؟ يلا قوموا الباص رح يمشي. هي على هالشغلة، هدول هنن الشباب. منركب ومنروح زهرة؟ نهرب أنا وأنتي سوا؟ والوعد اللي قطعته شو بيصير؟ بتركه وبمشي؟ هلا لو كنا سوا بهذا الباص شو كان صار؟ لو رحنا سوا شو كان صار؟ علي قل لي. ويمكن ما يجي كمان. وإذا ما اجى شو رح يصير علي؟ رح تاخذني وتروح؟ طيب وأنا؟ يا ترى أنا رح اجي معك؟ هذا كله كان كرمالك زهرة، بس مشان تكوني بخير حبيبتي. علوش يلا زهرة، يلا زهرة، يلا يلا زهرة. قادر عجلوا شوي والحقوا الباص. سامحيني زهرة، علوش انت مو مثلي، انت احسن من اخوك وبتوفي بالوعد اللي اعطيته، بس لا تاكل هم، انا رح اهتم بزهرة. سامحيني زهرة، سامحيني. زهرة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيت سبر
الموضوع انتهى هون. شو شكلكم خايفين؟ وهلا بالحسنى يا شباب ارمولي هالأسلحة تبعكم. يلا ما فينا نستسلم يا شباب، بما انه اخترنا هذا الطريق ما رح نستسلم. اوصوا ما رح نستسلم. اقتلوهم كلهم لك. الله الله معنا. شو هالحكي اللي عم قوله؟ من وين طلعت لنا هي كمان؟ اقتلوهم ولا تتركوا حدا فيهم. يلا اوصوا ما رح نستسلم هلا. هاي المستندات مهمة كثير، ما فينا نسلمهم اياها، لازم نقاوم. رصاصنا يمكن ما يكفي اغتيالها، ممكن ما نضاين قدامهم. هذا طارق. معلم طارق، معلم طارق. هذا عني. خير؟ شوفي علوش. معلم طارق، زهرة راحت، بعدتها مع قادر. بدل ما تتجوز الرجال الوسخ تروح مع قادر أحسن. شو بدي أعمل؟ هيك مكتوب على جبيننا، وأنا حطيت قلبي على هذا الطريق وما عاد في رجع بنور. برافو عليك علوش، أنت عملت اللي بيليق فيك. هذا العشق هيك دائما بيساوي يا علي. العشق انك تكون مخلص له لدرجه انه ممكن تتخلى عنه وتمشي، وعشقنا نحن بيخلينا نستغني عن الحبيبه وعن الاهل. وانت لقيت العشق الحقيقي يا اخي، الله يصبر قلبك. يلا شباب خلونا نستعجل شوي. يلا 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 عياش. يلا يلا نوش. يلا سامحيني زهرة، حبيتك لدرجة إنه ضحيت بحبي إليك. عياش ليك أخي، الحب إنك تحث وما تدور عليه أبداً، إنك تدور عليه وما تلاقيه. يعني هذا بيعني إنه الإنسان بيعمل أي شيء للي بيحبه. ولك مجنون عن جد. مو معقول قديش في برغش عم يقرف عن جد. معقولة والله إذا بتقولها مرة تانية لقتلك. عم تفهم؟ روق شوي. شو ما حدا حب غيرك؟ بعدين أنت عشقك خطر كتير. لا. ابني انت حبك اخطر من القنبله. ايه ادركنا من احاديثك الغبيه يا زلمه. بالنهايه رح ركب لك التين وفجرك مثل القنبله. كيف راسك دخله بارود؟ قلبك كمان دخله بارود، بركي انفجروا. انت كمان بعتني ولا
بالأول أخوك وهلأ أنت. على الأقل بعرف أنه أنت بتحبني لدرجة ممكن تتخلص من أخوك، ولدرجة ممكن تبعته فيها للموت. بس أنت كمان محبتك طلعت فاضية وعم تبيعني لهذا الرجال السافل ببساطة. ما تركوا لي حل تاني زهرة، أنا مجبور. وعدتهم بوقتها أني رح أطلقك. من إمتى بتوفي بوعودك قادر؟ والوعد اللي قطعته لأخوك شو رح يصير فيه؟ ما عم تفهميني زهرة. إذا ما طلقتك لا أنا ولا أنت رح نضل عايشين يا زهرة. بعدين ما حدا رح يضرب شي كرمالي لا تعاندي. على القليلة هيك نحن اثنين منكون خلصنا. حيوان سافل حقير، يا عبي شوم عليك. انت دمرت حياتي بسببك. انت بعت على الانسان اللي انا بحبه، وبسببك انت طلعت على الجبل، وبسببك انت باعوني لهذا الرجال المقرف. الله لا يسامحك، رح تتحاسب يا وسخ. يلا قادر، انا شغل كتير، زلمته لغريب بيك رح يحل الامور جوا، خلونا نلحق قبل ما يخلص الدوام. بعدين عنا شغل كتير يا حلوه، عنا العرس والدخلة، رح جهز لك عرس يليق بجمالك يا زهرة. عم تحلم كتير، أنا ما رح أتطلق. واللي بيطلع بإيدك اعمله نمرود، ما رح أتطلق أبداً. ليكي، لا تعندي على الفاضي، زبطت الأمور كلها، واستخدمت كل علاقاتي بالدولة، حتى القاضي منتظرنا. أنت هيك مفكر، القاضي ما رح يطلقني. لأنه أنا ما رح أتطلق، سمعتني يا واطي، أنا ما رح أتطلق. ساعدوني ساعدوني، هذا الرجال بده يشتري الأول. ساعدوني يا جماعة، ساعدوني يا جماعة، خليها تهرب. قلك وقف، كفحت الإرهاب، مسألة عائلية، خلوكم بعاد. ولك البنت هربت، عم تهرب ولك. ولك أنت اللي قلت لها تعمل هيك يا واطي. بعد لك، أنا برفع دعوة عليها وبعمل كل شي لازم لحتى طلق البنت. إلك من هلأ لا إياه لحتى طلقه. لا تحكي معي هيك، مين فكر حالك؟ بحكي لغريب بيك رح أقول له أنه هذا السرسري هرب البنت، ولا بيضل عندك شي تشوف حالك؟ أنا بقتلك ولك وبنزلك بحفرة الأسيد، يعني ولك خلينا نمسكها قبل ما تبعد أكثر من هيك. امشي.